دكتور ماجد طمان، هنتكلم النهاردة عن الإثمس. لو في نوديول في الإثمس، دي ثايرويد جلاند فيها رايت لوب والليفت لوب، وبينهم الحتة اللي في النص دي اسمها الإثمس. الرايت والليفت لوب حوالي 1.5 سمتي، والإثمس حوالي 7 ملي. ساعات يبقى في نوديول في الإثمس. ميزتها النديول دي انها سهله في الكشف لانها بتبقى بارزه قدام، وممكن بتشخصها الايرلي وممكن تحسها، غير الرايت او الليفت لوب ممكن يكونوا مستخبين تحت عضله او داخلين لجوه شويه. الاثمس بتكتشف بدري، وغالبا حجمها بيبقى اقل في عن ساعه لما نعمل بايوبسي اللي هو الفاين نيدل اسبيريشن، غالبا بيبقى السايز بتاعها اقل عن الرايت او ليفت لوب نيديولز. عملوا ستادي حديثه، دكتور جيسم تيم، شيز ليدي دكتور هير اند كرينولوجيست. الدراسه حلوه، جت فيها عدد كبير من الثايرويد نيديولز، حوالي 3241. في الاستادي ده طلع ان الاثمس 6% من الجوز دي، وان هي الثيرويد كانسر was most likely في الاسمس، يعني الجوز اللي هي التانية طلعت أقل منها. الاسمس مثل 17% من الكانسر في الثيرويد نوديولز، رغم ان هو بس هنا كان زي ما قلنا عدده كان صغير، كان يمثل بس حوالي 6% من النوديولز. يبقى دي المسج الاولانيه، ان الثيرويد نيديولز من الاسمس مور لايكلي تو بي كانسرز، يعني يكون كانسر، وان هي مور لايكلي انها تروح لل تبقى مور انفيزيف كانسر، يعني تروح لل ليف نودز ايرلير، تبقى مور اجريسيف ذان الرايت او ليفت لوب ثيرويد نيديولز. يبقى الاسمس ده تاخد منك بالك منه، لان الامبريشن قبل كده اعتقد يعني ما كانش انها ايه مهمه قوي بتاعت الاسمس، لان اكتشف بدري وشكلها ايه غالبا هتبقى ايه قصتها اسهل، لكن طلعت ان هي بتبقى مور اجريسيف. يا صحيح بتكتشف بدري على اساس حجمها بتبقى بارزه في النص كده الرقبه، فممكن الدكتور يشوفها بدري. هي لو شفنا مكانها، هي دي مكان الاسمس زي ما وريناه قبل كده، اللي هو في النص ده اهو، ده الاسمس في النقطة دي، فهتجد ان هو اسهل في انك انت تلاقيه. فدي المسج من البحث ده اللي تم. خلاص، يبقى الثايرويد نوديول هنا في الحتة دي اللي هو بتاعت الاسمس هتبقى في المنطقة دي، سهلة في الكشف وتلاقيها، بس ايه خد بالك بقى ايه انها ممكن تكون اكتر تكون نسبتها سرطانيه عن هناك، يعني عن الاماكن الثانيه. هو طبعا ستاتستيكلي لسه معظمها حميد، لكن انها ممكن تكون سرطانيه عن الاماكن الثانيه، وان لو سرطانيه كمان بتبقى مور اجريسيف من الايه النيديولز الثانيه، وخصوصا بابيلري في الاسمس بتبقى تروح للليمف نودز بدري عن النوديوز التانية. واحنا هنا نشوف كده اذا كان نقدر نشوف الفاين نيدل اسبيريشن. اوبس، فاين نيدل اسبيريشن، نشوف كده ازاي بناخد العينه. اهي في صورة لأخذ العينة.
ادي العينه هي اللي بناخدها، لان في العنين بنبقى قلقانين، رغم ان هي العمليه سهله قوي، ان احنا بنحقن بابره رفيعه وبنحقن الاول الجلد بابره رفيعه ون بلوكال اناستيك يعني بنج موضعي، ما فيهاش وجع قوي لان ابره رفيعه، وبعدها بنخش بالابره الثانيه اللي هي بتاعت السحب اللي هي دي، رحنا للنديول اهي الصفرة دي ورحنا بالابره، والابره تحت الالترا ساوند يعني واضحه قوي للدكتور الانف بتاع الاشعه، فيقدر ايه ياخد العينه بسهوله لان تحت الالترا ساوند، وغالبا ما فيش مشاكل منها. فدي بحب اطمن العيانين، معظم العيانين ما حدش بيشتكي يعني حاجه، الالم بسيط زي شكه ابره وبتروح بسرعه لان في الابره بيكون احنا بنجنا بالابره الاولانيه، ومفيش نزيف او حاجات من دي، هم بس بيحبوا ان ايه يعني ساعات بيزودوها شويه ان هم يشوفوا العيان عنده سيوله ولا لا، بره ما كانوش يعملوا كده، بس هو بره على قد ما يقدروا يوقفوا الحاجات اللي بتعمل سيوله قبل العينه.